الآن عندما يتحدثون لا يوجد خسائر. سيدة العزيزة، العنصر المهم والخصالة الأساسية هي خلق السيادة العراقية، دخلوا إلى الأجواء العراقية. هل يوجد خسارة أكثر من هذه المسألة؟ نحن عندما أعطينا قوافل من الشهداء ومن الجرحى وكل هذه المسميات على ماذا؟ لأجل بأن نعود بالسيادة العراقية وإلى آخره. فالآن بأن ما هي قيمة أرواح المواطنين وحياتهم إذا يوجد هنالك خلق إلى السيادة العراقية؟ فمن يتحدث لا يوجد هنالك خسائر وإلى آخره، لا، نعم يوجد، وهذا يكذب من يتحدث بمثل هذه المسألة. ولكن بجنب أو بأخرى هنالك صندوق أسود، هنالك أسرار من مسألة بأنه فبركة الأمور أو تشويه الصورة الحقيقية وإلى آخره. هذا جانب. جانب آخر، عندما في أسبوع واحد تم إرسال المرتين إلى السفير التركي وتسليمه برقية احتجاج واستنكار من قبل وزارة الخارجية العراقية، لو كان بأنه الموقف حازم وشجاع من قبل بغداد اتجاه تركيا لما عادت الكرة من جديد وبالمباشر ترسل طائرات وتقصف قيادات أمنية وتعتبر عنصر مهم في داخل المؤسسة الأمنية. فمسألة بأنه الأرواح البشرية وهذه المسميات، كل البلدان تحرك أساطير وتكون هناك تحرك جيوش ومعارك طاحنة من أجل إعادة الأراضي، فكيف إذا الآن هي تستباح الأراضي العراقية والعراق مفتوح على مصراعيه إلى هذه الدولة وتلك الدولة؟ هل نبقى مكتوفين الأيدي؟ نحن نقول الدولة الحقيقية بحاجة إلى رجال دولة وحفظ سيادة الدولة من حفظ سيادة الدولة ورجال الدولة وهذه المسميات. فإذا لا يوجد دولة حقيقية لا يوجد هنالك رجال دولة.